görüşmek üzere. واحد يخليه فين في ظروفه خلاص انت عند ظروفكم حلوة معدولة خلاص كله عنده ظروفه يا جماعة كله حاجة اضرب البوزة عملت لكم شيء قبل كده انا قلت لكم ضربتها بدماغي انا بتكلم مع بقر وبهايم بس لازم نفهمهم ولازم نوعيهم بقى ازاي وربنا بتروح فين خرم الاذون اتفشخ يا جماعه خرم الاذون اتفشخ الناس مش فاهمه حاجه كلنا عندنا ظروف تعبانة ها؟ واحدة عندها ظروف شغلنا ببالكم ليه؟ ما عندناش أي حاجة ما عندناش أي حاجة ما نفهمش ما عندناش أي حاجة ما نفهمش عندنا ظروف ظروفنا صعبة دي يا موت يا جماعة ظروفنا صعبة ظروفنا صعبة فهمتوا القصة السلام عليكم كل واحد يخليه يا دنيا زحمة زحمة وتاه الحال هنا وهنا